ما انت دمياطي عفوا استاذ جبراني باخر موقف اللي قاله قال ازاحه رياض سليمه وتعيين بديل عنه يحتاج الى توافق سياسي. يعني انت بتعرف انه فيك تعيين حاكم مصرف لبنان بدون توافق؟ لا هو قال انا مش متمسك فيه، مش عظيم، بس متمسكا باحد. عظيم. ولكن البديل يحتاج الى توافق وهذا مظبوط. شو بده التوافق يصير؟ ما في نيه تغيير يا استاذ عماد. هلا هن ما بيتحججوا فينا، ليه كان نكته؟ ايه قال نحن ليه ما بدنا نغيروا حاكم مصرف لبنان؟ قال لانه نحن بدنا نجيب هلا واحد لالنا مظبوط تنورته للعهد الجاي. ايه. طب بعقلك هيك انت؟ يعني بعقلك نحن ما فينا دماغ، ما بنعرف انه ما فينا نجيب واحد لالنا؟ انه مش من اليوم، مش اليوم، باول عهده لعماد عون كان بده يغيره لرياض سليم بال 2017 مظبوط وما قدر. اليوم بده يقدر؟ يعني بس خبرية بس فيها منطق، فيها منطق انه باخر العهد تعين حاكم جديد، خلي الرئيس المقبل هو يقرر. بتسمح لي يعني هو هي عدة شغله. اول شيء هيدا مش خيار انت عم تعمله بالاستحلاء، انت اليوم مع شخص ملاحق داخليا بمذكرات توقيف، تخيل وين صرنا. ايه تخيل، وملاحق دوليا. هلا جايتك سجل، جايتك هلا انا جاي محل ماني جاي، عرفت جايتك ملاحقه جديده عليه من دوله عن جديد. من هي؟ بكره بتعرف. اوروبيه يعني؟ طبعا جاي ملف كامل. اوكي على ملاحقه يعني غير 330 مليون دولار تبع سويسرا. هلا في عنا خبريه ثانيه جايه جديده. طب هودي كلهم عونيه برا؟ القضاء الفرنساوي والالماني والبريطاني واللوكسمبورغي والسويسري هودي كلهم خلص. يعني بس القاضي غادة عون عونيه يعني هون بيراجعوك لهون. مش صحيح، مش صحيح. واللي بيعرفها بيعرفها، ما بترد على حدا ولا فارقه مع حدا، ما حدا في هديه. بس حط لي بس تكفي لك الفكره اللي عم بقولها، انه انت اليوم ما بتعرف انه في عندك ما تجيب ناس اكفاء من دون ما يكون عندهم انتماء سياسي. يعني ما بيكونوا والاسامي حاكم توافقي، يعني حاكم توافقي مش بمعنى توافقي، بمعنى بتجيب حدا كفو واهل لهالمهمه بدون ما يكون عنده قرمه سياسيه. وهودي كتار، والاسامي اللي صار في تداول باسماء. انت عندك شك؟ لا ما صار في، صار في اقتراح انه خلي الجامعات تسمي ونعمل هيدا الشغل ونحكى مع الجامعات الاساسيه بالبلد وسمت. ما بيطلع من ولا هالاسامي اللي سمتهم جماعات ولا اسم. طيب بصراحه استاذ جبران، هل هناك قرار متخذ باسقاط رياض سلامه قبل نهايه العهد؟ لا، في قرار متخذ باسقاط رياض سلامه باول العهد وما قدرنا نعمله. اوكي. ما قدرنا انفرض وقتها بمجلس الوزراء، لانه لا وزير الماليه قبل ولا رئيس الحكومه قبل انه يرجع يتعين هو. فمش شيء جديد. شاركته بالتجديد له؟ لا ما قدر. شو كان في عندك خيار مثل هلا؟ انت عم تعمل لانه بدك اكثريه مجلس وزراء ما عندك اياها، وبدك رئيس حكومه مش قبلين، وبدك وزير ماليه. طيب مش بس انه باخر عهده للرئيس ميشيل عون بده يعمل هذا الانجاز، يهدي اللبنانيين راس رياض سلامه. يا حبيبي لا، يا حبيبي شو بيقدم وباخر راس رياض سلامه؟ يعني بالنسبه لكم يرمز الى الانهيار. انت بدك تعمل اصلاح منظومتك النقديه، ايه، بالشخص يلي هو مدان باللي عمله فيها. طب انت بدي اسالك سؤال، انت برايك انتبه، بدون انا بحكي بموضوعيه، بدون ما تكون انت كمان عم تعفي الحكومات، ما هي الحكومات تركته يعمل هيك لبل شجعته. ايه بس انت اليوم بتحل ازمه بهيدا الحجم بتعاميم من الحاكم؟ يعني انت برايك هيدا بلد انه بيقرر الحاكم اليوم هو بيدعم القضاة؟ بيقرر اليوم هو بفوت هالدواء وما بفوت هداك الدواء؟ اليوم بيعمل دعم على البنزين، يوم بيشيله، يوم بفوت باخره، يوم ما بفوت باخره؟ انت برايك هذا بلد شيء طبيعي انه اليوم الكابيتال كنترول ما بينعمل له قانون تيصير اللي عم بيطلع مصاري عم يخالف القانون؟ يبعدهم لليوم. عندك شك انت يا عماد انه لليوم بيطلعوا مصاري من لبنان بضغوطات سياسيه او بنفوذ سياسي وبمعرفة رياض سلامة وغير رياض سلامة؟ بعد عم تحول أموال إلى الخارج؟ هلا قبل كانوا حولوا 15 مليار، هلا بيحولوا مليون، 100,000، يعني بزبطون هيك للنافذين يعني؟ إيه إذا بس حدا. يعني عندك شك يعني إنه هيك مش عم بيطلع قانون كابيتال كنترول؟ هودي السطرين يعني اللي كانوا بيطلعوا بيسوى أول يومين، وبعدين بتعمل قصة السحوبات من البنوك، يعني بعدين تتدرج فيه. بس يا جبران يعني الحل لهالمشكله بتكون عفوا اسمح لي لانه يعني عملت مطالعه طويله، الحل لهالمشكله بتكون
بالمداهمات التي سميت بانها استعراضيه ومسرحيه يعني. طب يا اما جميل السيد معروف موقفه من حاكم أصف بن رياض سلامه، قال لك يا اما لعبوها صح او عملوها صح يعني وجيبوا لها الزلمه، يا اما وقفوا هالاستعراضات، لانه صارت بالاخر القصه يعني مسيئه لهيبه القضاء والامن ولمصداقيه القضاء والامن. معقول مش عم تلاقوه لرياض سلامه؟ بس هيدي مسيئه، ما في ناس تاني لا بس عم بحكي بهالحاله انه لحقينه من مكان لمكان مش عم تلقطوه، ما في ناس تانيين مطلوبين بالبلد ونواب ووزراء وكمان ما حدا عم بيجيبهم. اول شيء بدي اقول لك شغله، ما المشكله بدهم يشيلوا من راسهم فكره انه غادة عون حدا بيحركها، ما هي مشكله اساسيه. حدا بيصدق بده حدا يقبل انه بهالدوله بيسوى يطلع فيه قاضي جريء وادمي وانا ما بوافق كثير من تصرفاته، ايه بس هو بيتصرفهم هيك. يعني هي ليه قررت تنزل على المصرف؟ ما بعرف، انا كنت بفرنسا يعني ما بعرف انها نزلت على المصرف الا ما عرفت، بس طلع الخبر بالاعلام قبل ما كنت عارف. ولا حتى شفت الادعاء على رياض سلامه ما كان معي خبر، والله العظيم شفت كل قضيه الدعوه تبع غادة عون على رياض، والله العظيم ما كان معي خبرها، عرفت فيها بعدين وبعدين تفهمت شو هي معناها، عرفت تبع اوروبا سويسرا عرفت فيها لما اجت على لبنان طلعت عليها. بس هيديك ما عرفت. بكل الاحوال بغض النظر ايه اذا انا بيعجبني او ما بيعجبني بوافق او ما بوافق، بس انت برايك اللبنانيه لازم ينزعجوا اكثر بكثير من القاضي يلي عم بيروح يعمل زياده يمكن هالزياده الناس ما بتحبه تيجيب مجرم مالي مفقر كل اللبنانيين، او لازم ينزعجوا كيف هالمجرم المالي هربان من مصرف لبنان ما بيسترجي وجد فيه مثل الفاره هربان كل النهار وهو عم يدير له ماليته وهو محمي من سياسيين بيقولوا اذا بتدقوا فيه بنستقيل وبنخرب البلد. من مين لازم يكون الانزعاج؟ من قاضي عم تعمل شغله او من مجرم مالي وحماته السياسيين يلي فقروا كل اللبنانيين؟ شفت شو الغريب بالبلد؟ شفت شو الغريب؟ انه صاروا شعرات لغادة عون اذا منفوشين هي هي المشكله، مش المشكله اداميتها او اذا عليها شيء هالقاضيه او مثلا بيتها كيف هو او سيارتها كيف هي او فقرها كيف هو او انه هي وحده من هود الناس اللي بيتبادلوا مشان هيك مقهوره، وقد ما انها مقهوره وقالت لحالها زيدتها بانها عم بتزيدها بتعمل تويتات انا مش معهم بتحكي بالاعلام انا ما معها حق، بس على قهرها مقابيل 4 مليون لبناني ما عليه، بس المهم الحاميين يضلوا مرتاحين. هوديك محولين مصرياتهم لبرا وما عندهم مشكلة، بتقرير الأمم المتحدة تسمى تحويل الأموال لبرا بلبنان جرم ضد الإنسانية. معك خبر؟ معك خبر؟ قريته لتقرير الأمم المتحدة؟ ونحن نواب مقدمين قانون استعادة هيدي الأموال ما حدا بيرد علينا وما حدا بيقروا للقانون. هون ما بينزعجوا اللبنانيين بس بينزعجوا شوفوا كيف كشفوا شعاراتها. بس هي بما أن السيدة غادة عون قاضية ألا يفترض بها أيضا احترام الضوابط القانونية؟ لأنه يقال أنه بالمداهمة مصرف لبنان تجاوزت صلاحيتها المكانية واجت على محافظه ثانيه وعملت مداهمه وتجاوزت يعني اشاره او اذن المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا. انا هلا قبل ما انت تسال قلت لك انا ما بدافع يعني هو ما عطاها انا ما بدافع عنها بشكل لم يسمح لها بالدخول فهي دخلت. بصراحه عن جد ما بعرف، يعني عن جد ما بعرف شو صار اذا لها حق او ما لها حق او اذا اخذت اذن او اذا ما، بس السؤال هو مش لازم يغضبوا اللبنانيين كلهم كيف ما بيتلاقى قاضي واحد يدعي على طالع تحقيق كامل ماضيه المحامي العام المالي وفي كوارث هذا تحقيق ما فيه غادة عون وما فيه قاضي محسوب على الرئيس عون او علينا، ايه ماضي تحقيق كامل حوله للمدعي العام تيمضيه، واحد ما بيمضيه لانه ما بيسوى هذا الشيء، ايه بتركب للشيعة ولازم نحايدهم، هداك ما بيمضيه لانه سني بتركب على السنة ما بيسوى منحايدهم، لا مدعي عام مالي بيمضي ولا مدعي عام تمييزي بيمضي، بتحوله ل مدعي عام مسيحي بده من مين ياخذ الاذن؟ يا من المطران يا من البطرك، هيك صرنا؟ ما بتلاقي قاضي هلا كله ساعتها بيتشمس بده شمسيه روحيه او طائفيه او مرجعيه كبيره تيقدر يمضي قرار قاضي يعمل واجباته لما بيشوف تحقيق هالقد فاضح؟ بس شو يعني اخرتها شو؟ يعني هي لعبه القط والفأر امتى بقى تخلص؟ يعني ليك هو الطبيعي بدي اسالك سؤال هو سؤال انه جهاز امن الدوله تخلص انه قاضي مسطر مذكر التوقيف بتروح بتتنفذ مذكره التوقيف؟ هذا سؤال انت بتخلص يا عماد؟
هذا سؤال. شو بقى بقي منا الدولة إذا ما في قاضي؟ ليك لا دخلك نحن لما بنطلب حدا منا ليه بيروح؟ ليه بيروح؟ نحن صنف بشر تاني؟ نحن مواطنين فئة تانية درجة أقل؟ وظلم والبدك إيه ليه؟ وفي ناس فوق؟ وبتحكيني بدولة ومساواة بالدولة؟ وبدنا نبني دولة وعم نحكي عن بناء، هذا بناء الدولة. لما كل واحد لأي جرم بده يروح يتلطى بمرجعية معينة تا ما يسلم حاله أو تا ما يقبل يخضع حتى لمساءلة أو حتى لتحقيق. إيه بس هو جهاز أمن. ليه أنا رئيس كتلة نيابية والكبيرة والأكبر، ليه بروح؟ ما فيي كمان أعمل مثل غيري؟ أو بصير مستضعف؟ أو لازم أعمل ميليشيا تبعيتي بقلب الدولة تقدر انوجد واتوازن مع البقية؟ يعني استاذ جبران انت كيف ترى نهايه رياض سلامه؟ يعني كيف تراها؟ يعني اقل شيء خارج المصرف المركزي، واذا في عداله بالسجن. هلا بتقول لي ما في عداله. طب هو لما عم تصير المداهمات هي عم تكون جديه او بس هيك استعراضيه؟ انا برايي الاجهزه الامنيه مش جديه. بما فيهم امن الدوله؟ ما بعرف اذا عم بيعمل، بصراحة ما بعرف مين عم بيعمل شغله مثل ما لازم، بس بعرف انه في جهاز بالدولة بيواجهه جهاز تاني. تخيل بصيروا يهددوك انه انتم عم تسببوا حرب بالبلد. انه جهاز كان رح يصير جهاز بينفذ مذكرة قاضي وجهاز بتصدي له لعدم تنفيذها. وبعدين بتسأل انه يه كيف ما بيصير هيدا عراضة.